الطلبة في درس جديد الصف الثالث الثانوي، درس قواعد درس المعارف أسماء الإشارة. سنتعرف اليوم على أسماء الإشارة وعلى إعراب أسماء الإشارة. تعرفنا في الدرس السابق على الأسماء الموصولة وعن طريقة إعراب الأسماء الموصولة المبنية أو الأسماء الموصولة التي تعرب إعراب المثنى. سوف نقرأ الجمل الآتية أعزائي الطلبة: هذه مدينتي الصغيرة، هذا الطالب متفوق، هؤلاء الشهداء قدوتنا. هنا موطن الأمجاد، هنالك وجدوا طريق النور، ذاك الطريق مبتغاي، ذلك الهدف النبيل. إذن أعزائي الطلبة، هنا في هذه الجملة هذه مدينتي الصغيرة، أين اسم الإشارة في هذه الجملة؟ إذن اسم الإشارة في هذه الجملة هذه. هنا في هذه الجملة اسم الإشارة هذه، إلى ماذا يشير؟ يشير إلى مدينتي، إذن المشار إليه مدينتي، ومدينتي طبعا تدرك بالحواس، إذن هنا المشار إليه مدينتي وتدرك بالحواس. هذا الطالب متفوق، أين اسم الإشارة هنا أعزائي الطلبة؟ نلاحظ اسم الإشارة هذا. هذا إلى ماذا يشير في هذه الجملة؟ يشير إلى الطالب، أيضا المشار إليه هنا يدرك بالحواس. ننتقل للجملة الثالثة: هؤلاء الشهداء قدوتنا، أين اسم الإشارة هنا أعزائي الطلبة؟ هؤلاء اسم الإشارة، هنا هؤلاء اسم الإشارة، إلى ماذا يشير؟ أين المشار إليه؟ الشهداء. الشهداء هل تدرك بالعقل أم بالحواس؟ إذن تدرك بالعقل. إذن نقول هنا هذا، هذه، هؤلاء أسماء إشارة. طبعا أسماء الإشارة لها مشار إليه أو مدلول، تدل على مدلول، وهذا المدلول إما يدرك بالحواس أو بالعقل. أيضا أعزائي الطلبة هذه تدل على المفرد المؤنث، هذا مفرد مذكر، هؤلاء تدل على الجمع العاقل الذكور العقلاء. ننتقل للفقرة التالية أعزائي الطلبة: هنا موطن الأمجاد، أين اسم الإشارة في هذه الجملة؟ إذن اسم الإشارة هنا. طيب إلى ماذا يشير الموطن؟ إذن يشير إلى المكان، هنا اسم إشارة يشير إلى المكان، الموطن والمكان. الجملة التالية: هنالك وجدوا طريق النور، أين اسم الإشارة هنا أعزائي الطلبة؟ هنالك، إذن هنالك إلى ماذا أشارت؟ طريق المشار إليه، إذن أيضا هنا تدل على المكان أو المشار إليه يدل على المكان. ذاك الطريق مبتغاي، أين اسم الإشارة هنا؟ ذاك اسم الإشارة، الطريق طبعا المشار إليه، إذن أيضا ذاك تدل على المكان. ذلك الهدف النبيل، أين اسم الإشارة هنا أعزائي الطلبة؟ ذلك اسم الإشارة، على ماذا طبعا؟ أين المشار إليه هنا؟ الهدف، إذن الهدف المشار إليه. إذن أعزائي الطلبة نستنتج هنا، هنا، هنالك، ذاك، ذلك، طبعا هنا تدل على المكان أو المشار إليه طبعا يدل على المكان. أعزائي الطلبة ننتقل هنا، هذا، هذه، هؤلاء، فلنجرد هنا أسماء الإشارة. نلاحظ هنا هذه طبعا هنا هاء للتنبيه ذي اسم إشارة، إذن هنا الهاء للتنبيه ذي اسم إشارة طبعا يدل على المفرد مؤنث، هذا أيضا هاء للتنبيه، هاء للتنبيه ذا اسم إشارة يدل على المفرد المذكر، هؤلاء أيضا الهاء للتنبيه، أولاء اسم إشارة، أولاء إذن اسم إشارة يدل على جمع العاقل، إذن يدل على الجمع العاقل. إذن ماذا أستنتج هنا أعزائي الطلبة؟ الهاء للتنبيه وأسماء الإشارة ذا
أو لا. هنا أعزائي الطلبة، هنا وهنالك وأيضا هناك، الهاء من أصل اسم الإشارة، إذا هنا الهاء ليست للتنبيه إنها من أصل اسم الإشارة، لكن هنالك اسم الإشارة هنا، اللام هذه نسميها للبعد والكاف للخطاب. إذا اتصل باسم الإشارة لام البعد وكاف الخطاب. ذاك اتصلت كاف الخطاب باسم الإشارة ذا، ذلك اتصلت به لام البعد وكاف الخطاب. إذا ماذا نستنتج أعزائي الطلبة؟ قد تتصل لام البعد وكاف الخطاب بأسماء الإشارة، وقد تتصل أيضا هاء للتنبيه بأسماء الإشارة. إذا ندون القاعدة أعزائي الطلبة، أسماء الإشارة، إذا أسماء الإشارة هي أسماء معارف تدل على مدلول معين، وهذا طبعا المدلول أو المشار إليه يدرك بالحواس أو بالعقل، وأيضا تتصل هاء التنبيه بأسماء الإشارة. نحدد الأسماء الإشارة المفرد ذي وذا وتي وتم. إذا أسماء الإشارة أسماء معارف تشير إلى معين، حاضر الوجود في الذهن أو الحواس. أسماء الإشارة هي ذا، ذي، تي، ذي، تي للمفرد، وذان، وتان للمثنى، أو لا طبعا أو لا للجمع العاقل. قد تسبق هذه الأسماء بها للتنبيه، وقد يلحق بها كاف الخطاب أو لام البعد وكاف الخطاب معا. من أسماء الإشارة أيضا هنا، هناك، وهنالك، تشير إلى المكان، والهاء فيها من أصل اسم الإشارة. إذن الهاء هنا من أصل اسم الإشارة، وقد تتصل بها لام البعد وكاف الخطاب. إذن فلنعد القاعدة، أسماء الإشارة أعزائي الطلبة هي أسماء معارف تشير إلى معين حاضر الوجود في الذهن أو الحواس. أسماء الإشارة هي ذا، ذي، تي، ذي، تي للمفرد، ذان، تان للمثنى، أو لا لجمع العاقل. قد تسبق هذه الأسماء كما ذكرنا بها للتنبيه، وقد يلحق بها أيضا كاف الخطاب أو كاف الخطاب ولام البعد معا. أيضا من أسماء الإشارة هنا، هناك، هنالك، تشير إلى المكان، والهاء هنا من أصل اسم الإشارة، إنما قد يلحق بها لام البعد وكاف الخطاب. فلنجيب على التطبيق الآتي، ضع اسم إشارة مناسب في الفراغ. فراغ أمي بابتسامتها، إذن هذه أمي بابتسامتها، وهذا أبي، هذا أبي بوجهه المشرق، هؤلاء إخوتي بحديثهم المعتاد، هنا عشت عالم الطفولة، هناك لعبت على مدارج الصبا، فكان ذاك
البيت وطني الأصغر. إذن فلنعيد التطبيق. هذه أمي بابتسامتها، هذا أبي بوجهه المشرق، هؤلاء إخوتي بحديثهم المعتاد، هنا عشت عالم الطفولة، هناك لعبت على مدارج الصبا، فكان ذاك البيت وطني الأصغر. ننتقل للفقرة التالية فلنقرأ الجمل. هذه المدينة مدينتي. إذن أعجبني هذان النهران، دخلت هذه المدينة من قبل، قرأت عن هذين البلدين. هنا أين اسم الإشارة في الجملة الأولى؟ إذن هذه اسم الإشارة. ما موقعه من الإعراب؟ أعزائي الطلبة نلاحظ هنا حركته الكسر، وهو اسماء الإشارة اسماء مبنية، مبنية أي حركتها لا تتغير حتى لو تغير موقعها من الإعراب، إنما تبقى الحركة ثابتة. كيف نعرب هذه؟ هاء للتنبيه، ذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. إذن هنا هذه اسم إشارة، الهاء للتنبيه، ذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. أعجبني هذان النهران. هنا هذان، هاء للتنبيه، ذان اسم إشارة فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. إذن هنا أعزائي الطلبة لأنه ملحق بالمثنى، هذان تلحق بالمثنى أي تعرب أعراب المثنى. إذن هذان، هاء للتنبيه، ذان اسم إشارة فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. إذن ذان طبعا تعرب أعراب المثنى. دخلت هذه المدينة من قبل. هذه هنا هاء للتنبيه، ذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. إذن تلاحظون علامة الإعراب بقيت مثل ما هي، إنما هنا هذه موقعها مبتدأ، أما هنا هذه موقعها مفعول به. إذن لذلك نقول أسماء الإشارة أسماء مبنية أي الحركة تبقى ثابتة. قرأت عن هذين البلدين، عن حرف جر. إذن عن حرف جر هذين، الهاء للتنبيه، ذين اسم إشارة اسم مجرور بالياء لأنه ملحق بالمثنى. إذن نقول هذان وهذين تلحق بالمثنى أي تعرب أعراب المثنى. ننتقل للجملة التالية. هذا الرجل أبي. هنا أعزائي الطلبة اسم الإشارة هذا، ما موقعه من الإعراب؟ هاء للتنبيه، ذه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. سقيت هاتين الشجرتين. هنا اسم الإشارة هاتين، أيضا هاتين يلحق بالمثنى أي يعرب إعراب المثنى. الهاء للتنبيه، تين اسم إشارة، طبعا اسم إشارة مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى. إذن هاتين تلحق بالمثنى فتعرب أعراب المثنى، والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. مررت بهذا الطريق، بهذا اسم الإشارة، الباء حرف جر، الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون، اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. إذن هنا اسم الإشارة إذن مبني على الحركة الأخيرة ويعرب حسب موقعه من الجملة أو في الكلام. إذن ماذا أستنتج هنا أعزائي الطلبة؟ أسماء الإشارة أسماء مبنية تعرب بحسب موقعها من الكلام، أما إذا جاءت ملحقة بجمع ملحقة بالمثنى تعرب أعراب المثنى مثل هذان، أيضا هذين، هاتين كما رأينا من الإعراب. فلندون القاعدة على السبورة. أسماء الإشارة مبنية على حسب
حركة آخرها وتعرب حسب موقعها في الكلام. أما أسماء الإشارة الدالة على المثنى مثل هذان هاتان فتعرب إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. إذن فلنعيد القاعدة أعزائي الطلبة، أسماء الإشارة مبنية على حسب حركة آخرها وتعرب حسب موقعها في الكلام. أما أسماء الإشارة الدالة على المثنى مثل هذان هاتان فتعرب إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. إذن كما قلنا قبل ذلك، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. ننتقل أعزائي الطلبة الإجابة على التطبيق التالي. هنا أعرب اسم الإشارة في البيت التالي: هذه دمشق وهذه الكاس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. ما إعراب هذه هنا؟ هل التنبيه دي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واو حرف عطف أيضا هذه، هل التنبيه دي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة هذه الكاس معطوف على جملة هذه دمشق. ننتقل لإجابة على أسئلة التقويم. السؤال الأول: حول الفقرة الآتية إلى المفرد المذكر ثم إلى المثنى المؤنث. نقرأ الفقرة: تحدث هذان الطالبان عن بلديهما وسررت بحديث هذين الطالبين، وكم هو جميل أن نسمع هذين الطالبين وهما يعبران عن عشقهما لبلديهما. نلاحظ هنا النص في حالة المذكر المؤنث، المذكر المثنى. نحولها للمفرد المذكر تصبح: تحدث هذا الطالب عن بلده وسررت بحديث هذا الطالب، وكم هو جميل أن تسمع هذا الطالب وهو يعبر عن عشقه لبلده. أما المثنى المؤنث: تحدثت هاتان الطالبتان عن بلديهما وسررت بحديث هاتين الطالبتين، وكم هو جميل أن تسمع لهاتين الطالبتين وهما يعبران عن عشقهما لبلديهما. إذن تلاحظون حولنا النص إلى المثنى المؤنث وأيضا إلى المفرد المذكر. ننتقل للسؤال التالي: أعرف كلمات التي تحتها خط في البيت الشعري الآتي: في كل شبرين من هذا الثرى عبق من الشهادة أو شلوان من جسدي. ما أعراب شبرين؟ شبرين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى، إذن مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. من هذا، من حرف جر، هل التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، إذن ها للتنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. من هذا الثرى عبق، عبق مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن أعزائي الطلبة،
تعرفنا في هذا الدرس على المعارف قسم الأسماء الإشارة، وأيضا تعرفنا على طريقة إعراب أسماء الإشارة. شكرا لمتابعتكم، سنلتقي في درس جديد.